السلام عليكم تلاميذ الصف الخامس الابتداء. درسنا لهذا اليوم من العلوم ما الدورة الدموية، صفحة 57. ما الدورة الدموية؟ يتم توزيع الدم المحمل بالمواد الغذائية والأكسجين من القلب إلى أنحاء الجسم عن طريق الشرايين. الدم يتم توزيع الدم، هذا الدم محمل بالمواد الغذائية والأكسجين. يتم توزيع الدم المحمل بالمواد الغذائية والأكسجين من القلب إلى أنحاء الجسم عن طريق من؟ عن طريق الشرايين. مثل ما عرفنا الشرايين قلنا هي أوعية دموية تتصل بالقلب، وظيفتها نقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم. إذن يتم توزيع المواد الغذائية، لأن الدم محمل بالمواد الغذائية والأكسجين، يتم توزيع الدم المحمل بالمواد الغذائية والأكسجين من القلب إلى أنحاء الجسم عن طريق من؟ عن طريق الشرايين. ثم يعود الدم المحمل بالفضلات وثنائي أكسيد الكربون من وثنائي أكسيد الكربون إلى القلب عن طريق من؟ عن طريق الأوردة. يعني عملية عكسية، يتم توزيع الدم، يوزع الدم، هذا الدم يتم توزيع المحمل بالمواد الغذائية والأكسجين من القلب، يؤخذ من القلب الدم المحمل بالمواد الغذائية والأكسجين إلى أنحاء الجسم عن طريق الشرايين. ثم يعود الدم المحمل بمن؟ بالفضلات وثنائي أكسيد الكربون المن؟ إلى القلب عن طريق من؟ عن طريق الأوردة. قلنا هي شنو؟ هي أوعية دموية تتصل بالقلب، وظيفتها نقل الدم من أنحاء الجسم باتجاه من؟ باتجاه القلب المحمل. يتم نقل الدم المن؟ نقل الدم من أنحاء الجسم باتجاه القلب، ويكون هذا الدم المحمل بالفضلات وثنائي أكسيد الكربون إلى القلب عن طريق من؟ عن طريق الأوردة. دوران الدم في الجسم هذا يسمى الدورة الدموية. دوران الدم في الجسم يسمى الدورة الدموية، يعني عندما يتم دوران الدم في الجسم، عندما ينقل أو يتم توزيع الدم المحمل بالمواد الغذائية والأكسجين من القلب إلى أنحاء الجسم عن طريق الشرايين، وكذلك يعود الدم المحمل بالفضلات وثنائي أكسيد الكربون إلى القلب عن طريق الأوردة، هذا الدوران في الجسم يسمى الدورة الدموية. ما تعريف الدورة الدموية؟ وهي حركة الدم من القلب إلى أنحاء الجسم، ومن ثم العودة المن؟ إلى القلب. إذن الدورة الدموية هي حركة الدم من القلب إلى أنحاء الجسم، ويكون محمل بالمواد الغذائية والأكسجين طبعا عن طريق الشرايين، ومن ثم العودة إلى القلب الذي يكون محمل بالفضلات وثنائي أكسيد الكربون. ويكون دوران الدم في الجسم شني؟ مغلقا، دائرة مغلقة. ويكون دوران الدم في الجسم مغلقا، أي أنه يعود إلى نفس المصدر، أي أنه يعود إلى نفس المصدر الذي بدأ منه، وهو ياه نفس المصدر الذي بدأ منه وهو القلب، لأن دوران الدم بدأ بمن؟ بالقلب. القلب نقل الدم، طبعا الشرايين نقلت الدم من القلب المحمل بالأكسجين والمواد الغذائية لأنحاء الجسم، ثم العودة من الجسم إلى القلب، عودة الدم من أنحاء الجسم إلى القلب المحمل بالفضلات وثنائي أكسيد الكربون. إذن أي أنه يعود إلى نفس المصدر الذي بدأ منه وهو القلب. هذا ما يخص الدورة الدموية وتعريف الدورة الدموية. نأتي إلى صفحة 58. كيف أحافظ؟ فقرة كيف أحافظ على صحة جهاز الدوران وسلامته. يقول للمحافظة على جهاز الدوران يجب اتباع بعض الممارسات التي تضمن صحته وسلامته منها. أول هذه الممارسات وتناول الأغذية الصحية، تناول الأغذية الصحية الغنية بالحديد، مثل إيش؟ كونه يدخل في تركيب الدم، والفيتامينات والمعادن مثل الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والأسماك. يعني أول فقر أو أول نقطة من كيفية أحافظ أو كيف أحافظ على صحة جهاز الدوران وسلامته، وتناول الأغذية الصحية الغنية بالحديد، كونه يدخل في تركيب الدم، لأن الحديد يدخل في تركيب الدم، وكذلك الفيتامينات والمعادن مثل الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والأسماك. ثانيا ممارسة التمارين الرياضية التي تفيد الجسم وتزيد من ضربات القلب وتنشط الدورة الدموية. طبعا تمارين رياضية تفيد الجسم عامة ومزيد من ضربات القلب وتنشط الدورة الدموية. ثالثا معالجة الجروح والاهتمام بنظافة الضمادات الطبية، معالجة الجروح والاهتمام بنظافة الضمادات الطبية.
وتجنب تلوث الجروح التي تسبب تلوث الدم. يعني أي جرح يصير عندنا جرح لازم نهتم بنظافة الجرح ونضم ده ضمادة طبية لعدم تجنب تلوث الجروح التي تسبب فيما بعد تلوث الدم. هاي أهم ثلاث نقاط لكيفية أحافظ على صحة أو كيف أحافظ على صحة جهاز الدوران وسلامته. من الأمراض التي تصيب جهاز الدوران هو فقر الدم. الأمراض التي تصيب جهاز الدوران هو فقر الدم. هو مر ما هو فقر الدم؟ تعريف فقر الدم، ما هو فقر الدم؟ فقر الدم هو مرض يصيب الإنسان في مختلف المراحل العمرية. مرض، إذن فقر الدم تعريفه هو مرض يصيب الإنسان في مختلف المراحل العمرية، وفيه يقل عدد خلايا الدم الحمراء عن الحد الطبيعي أو تقل كمية الحديد في الدم دون الحد الطبيعي. إذن فقر الدم تعريفه هو مرض يصيب الإنسان في مختلف المراحل العمرية، وفيه يعني إيش فقر الدم؟ أما تقل عدد خلايا الدم الحمراء، عدد خلايا الدم الحمراء تقل عن طريق الحد الطبيعي، أو تقل كمية الحديد في الدم دون الحد الطبيعي. طبعا تلخيص، ما سبب الإصابة بمرض فقر الدم؟ قول إصابة ما سبب الإصابة بمرض فقر الدم؟ أسباب الإصابة بفقر الدم هو أما يقل عدد خلايا الدم الحمراء عن الحد الطبيعي، أو ثانيا تقل كمية الحديد في الدم دون الحد الطبيعي ما يسبب مرض فقر الدم. هنا عندنا كيف تؤثر ممارسات التمارين التفكير النقد، كيف تؤثر ممارسة التمارين الرياضية في صحة جهاز الدوران؟ طبعا التمارين الرياضية التي تفيد جسم كيفية يعني كيف ممارسة التمارين الرياضية تفيد من صحة جهاز الدوران، وذلك بأنها التمارين الرياضية تزيد من ضربات القلب وتنشط الدورة الدموية، ولهذا لها فائدة عظيمة في صحة أو الحفاظ على صحة جهاز الدوران. هذا كل ما موجود بكيف أحافظ على صحة جهاز الدوران وما الدورة الدموية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.